السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا بماذا تبرعت هذه العائلة الجزائرية لإخواننا في فلسطين. تابعوا معنا هذا الفيديو. أيها الأحباب، أيها المسلمون، انتهى وقت الكلام، انتهى وقت ذرف الدموع. الآن علينا بعمل ما أمر الله سبحانه وتعالى حينما قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذن وعملا بقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إذا وأنا أول ما أبدأ بنفسي كمسلم منتمي لهذه الأمة الإسلامية وكمساهم في الجهاد في فلسطين، فإني أقدم أفضل ما لدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأحب ما لدي الآن وأحب ما أملك هذه السيارة، فسأجعلها صدقة في سبيل الله عز وجل ودعما إن احتاج إليها كما هي أو احتاج إلى قيمتها. وأول ما فتحته في هذه الأمور وهذا الأمر أمر هذا الدعم، وهو الوالدة الكريمة، فما كان منها أن قالت: سأساعد أنا أيضا وأساهم وأشارك في جهاد فلسطين وفي تحرير الأقصى بهذه الأساور، هذا ما تملكه من ذهب. وكذلك الزوجة شاركت معهم بهذا العقد، قالت: هذا نصيبي من الثورة في فلسطين، وهذا يعتبر دين، كما كان يفعل، كما كانت تفعل نساء فلسطين إبان الثورة الجزائرية، فقد شاركنا بما يملكنا من الذهب وقلنا: هذا نصيب الفلسطينيات من الجهاد. فرسالتي إلى الأمة الجزائرية وإلى الأمة العربية والإسلامية أن يجاهدوا بأموالهم. الفلسطينيون جاهدوا بأنفسهم وضحوا بأنفسهم، فالأقصى غالي وعلينا أن نمد الغالي من أجله، والجنة غالية والبر غالي، فعلينا أن نبذل ما بأيدينا ما نملك، ولن يتحرر الأقصى حتى نبذل ما نملك لتحريره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.